السلام عليكم. في عالم مليء بالحواسيب المتميزة، غالبا ما يتم الاستهانة بأفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تقل قيمتها عن 300 دولار. ينجذب المستخدمون بشكل طبيعي إلى الأجهزة القوية التي تروج لأحدث وأروع المواصفات، وطالما أن المال موجود عند البعض فعروض الشركات جاهزة للحصول على ذلك المال. ومع ذلك لا تغتر بالمظاهر، فالدجاجة السوداء تصنع أيضا بيضا أبيض. وفي هذا الفيديو سنعرض لأفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تقل قيمتها عن 300 دولار، والقادر على تلبية ما يحتاجه الكثير من المستهلكين. وحتى نكون عمليين، دعوني أخبركم أن الكثير من هذه الحواسيب قد تكون أفضل بكثير مما تتوقعون، مما يجعل العثور على حواسيب عالية الجودة بأقل من 300 دولار ليس مستحيلا. وقبل أن نبدأ، لا تنسوا أننا قمنا بوضع روابط بأسعار هذه الحواسيب في صندوق الوصف. Acer Chromebook Spin 311، نقاط القوة: تصميم وبناء رائع، شاشة لمس ممتازة، نقاط الضعف: Game Screen، بالعربية شاشة خافتة. في حين أن سعر Acer Chromebook سبين 311 كان يتجاوز ثمنه 300 دولار عندما تم إصداره لأول مرة، إلا أن سعره قد انخفض قليلا، وهي أخبار جيدة فقط للمستهلكين المهتمين بالميزانية المحدودة. جهاز كرومبوك الصغير هذا يمكن أن يحتوي على العديد من الأشياء، بدءا من تصميمه الرائع بشكل مدهش وبنيته القوية، بالإضافة إلى الراحة في استخدام لوحة المفاتيح ولوحة اللمس، كما أنه يوفر أداء حكيما مع مجموعة صلبة من المكونات أسفل غطاء المحرك. يمكنك القيام بمهام متعددة دون مشاكل على هذا الكمبيوتر المحمول، بحيث يمكنك استخدامه للعمل والترفيه، أي أنه يمكنك القيام بمعظم عملك على جوجل كروم. إنه لا يزال جهاز قوي. شخصيا أجد أن أكثر ميزات التي يمكنك أن تحبها في هذا الكمبيوتر المحمول هي تصميمه متعدد الاستخدامات 2 في 1، وشاشة تعمل باللمس. لن تجد هذه المجموعة في كثير من الأحيان في أجهزة الكمبيوتر المحمولة الرخيصة، مما يضيف قيمة أكبر لهذا الجهاز المحمول بالتحديد. ونحن لا نتحدث هنا عن شاشة رديئة، يحتوي على شاشة زجاجية تعمل باللمس من كوريا، قد تكون باهتة قليلا بالمقارنة مع نظيرتها المتميزة، ولكنها على العموم جيدة. HP Chromebook 14EG5، نقاط القوة: أداء رائع، عمر بطارية متميز، نقاط الضعف: لوحة المفاتيح ليست مريحة للاستخدام. هناك العديد من الأسباب التي تجعل جهاز Chromebook 14 HP يتمتع بشعبية كبيرة، ما في ذلك حقيقة أنه يحتوي على مجموعة واسعة بشكل مدهش من الميزات، مما يمنح المشترين ذوي الميزانية المحدودة العديد من الخيارات. على الرغم من أنه في نطاق الميزانية لبيئة كمبيوتر خفيف الوزن، فإن هذا الحاسوب قوي أيضا بدرجة كافية، وله عمر بطارية مثير للإعجاب، ويضم مجموعة جيدة من المنافع. وإذا اخترت بحكمة فستجد نفسك أمام HP Chromebook 14EG5. بالإضافة إلى شاشة العرض مقاس 14 بوصة وطول عمر البطارية واختيار المنافع، فهو مزود أيضا بوحدة AMD A4 9120C وAPU وRadeon R4 Graphics. إنها واحدة من العناصر المفضلة للجمهور في المجموعة، ولكنها لن تكلفك أكثر من 300 دولار، على عكس التكوينات الأخرى ذات التصنيف العالي. ورغم هذا كله، سوف أكون معكم صريحا وأخبركم أن دقة شاشته منخفضة، كما أن لوحة المفاتيح ليست رائعة أيضا. أنا أعتذر من HP، ولكن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الميزانية المحدودة لا تخلو من العيوب. وعلى العموم، شراء هذا الحاسوب مبلغ 300 دولار أو أقل يبقى صفقة مربحة. لينوفو ايديال بي 1.14 إنش، نقاط القوة: خفيف الوزن لجهاز كمبيوتر محمول اقتصادي، زائد اختيار منفذ رائع. نقاط الضعف: أداء بطيء. حتى مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المحدودة الميزانية، لم تكن لينوفو لتتنازل عن ميزة الجمالية الرائعة والحديثة. إنه أحد الأشياء العديدة التي نقدرها في لينوفو ايديال بي 1، مقاس 14 بوصة في الداخل، يذكرك نوعا ما بأجهزة ميك بوكس القديمة، فقط مع وجود شعار لينوفو صغير، ولكنه ملحوظ على الحافة اليمنى في الخارج. هذا يجعله مثالي لمحبي المظهر البسيط. وإذا كنت قد سئمت من نفس اللون الرمادي الفضي القديم، فإنه يأتي باللون الأزرق الجليدي أيضا. إلى هنا لازلت أحب لينوفو. بالطبع هناك ما هو أكثر أهمية من مجرد المظهر، هذا الجهاز لديه بعض الأشياء الأخرى، بما في ذلك مجموعة رائعة من المنافذ وتصميم خفيف الوزن، وهو خفيف الوزن بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الميزانية المحدودة على الأقل. هناك أيضا حجم شاشات مقاس 14 بوصة مناسب تماما، هي ليست كبيرة جدا مثل مقاس 15 بوصة، وليست صغيرة جدا مثل 13 بوصة. وكما عودناكم في قناة بليكوس، نحن لا نقوم بإشهار الحواسيب بقدر ما نقوم بتقييم أداء وتقديم النصيحة المناسبة. هذا الحاسوب غير معروف بأدائه السريع ومهارات تعدد المهام، لذا إذا كان لديك ميل إلى تعدد المهام والإدمان على الألعاب، ربما لا يكون هذا هو الكمبيوتر المناسب. لينوفو ايديال بي 1.11، نقاط القوة: حاسوب محمول ورخيص حقا. نقاط الضعف: لا تتوقع الكثير من القوة. أولئك الذين يسعدون بجهاز محمول بحجم الكمبيوتر اللوحي سيحبون سعر لينوفو ايديال بي
بعيد واحد مقاس 11 بوصة، والذي أصبح الآن أرخص من أي وقت مضى. وزنه أقل بقليل من 3 أرطال، وهو قوي بما يكفي لمساعدتك في معالجة مهام الإنتاجية. بفضل عمر البطارية الذي يبلغ 8 ساعات، لن تحتاج إلى حمل هذا الشاحن معك سواء كنت مسافرا خفيفا أو غير ذلك. يأتي أيضا مع مكبر الصوت ستيريو مزدوج مدمج لاستهلاك الوسائط على سريري. على الرغم من أنه أمر رائع للقيام بمهام إنتاجية خفيفة، إلا أن هذا هو الأفضل لأفراد الأسرة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة. ديل إنسبيرون 15 3000. نقاط القوة: تخزين أكبر وأسرع، شاشة جيدة، اختبار منفذ رائع. نقاط الضعف: يمكن أن يكون عمر البطارية أفضل. للحصول على كمبيوتر محمول مقاس 15 بوصة ميسور التكلفة، يبلغ سعر جهاز ديل إنسبيرون 15 3000 أقل قليلا من 300 دولار. هذا جيد بالنظر إلى الميزات الإضافية التي تحصل عليها، لكن هذا ليس الجزء الأفضل، في حين أنها تحافظ على الأشياء متواضعة جدا على واجهة وحدة المعالجة المركزية والرسومات، إلا أن ديل تستخدم SSD سريع بسعة تخزين تبلغ 128 جيجا بايت. إنها مجرد ذاكرة إذا كان لديك الكثير من الصور ومقاطع الفيديو والمستندات لتخزينها. سترغب في هذا إذا كنت تبحث عن أفضل كمبيوتر محمول أقل من 300 دولار لتخطع أعباء عملك. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. تعليقاتكم وملاحظاتكم تحفزنا على العمل من أجل الأفضل. دمتم مبتسمين وإلى لقاء قريب إن شاء الله.